انكم يعني مسلسلات تخلون منها اجزاء كثيره. مسلسلات؟ ايوه. يعني زي اي مسلسل؟ كرتوني ولا لا مو بشري؟ افلام كرتون. افلام كرتون؟ اي القطارات الاليه الحين في جزء ثاني، نبغى جزء ثالث. طبعا القطارات الاليه في قناه بسمه. ايوه بس نودي هالسؤال لهم ان شاء الله ويجابون عليه ان شاء الله الاسبوع القادم. طيب في شيء على مجد الاطفال؟ ايوه مجدكم الحين هذا اي جزء؟ هذا الجزء الثاني يعتبر يعني. يعني نبغى جزء ثالث لان مره متعه. اها تونا بدينا قلنا بسم الله. يعني نغير رياض الخبران. لا. يا ابو عمر. ها؟ وش ما سمعت قبل شوي؟ الحمد لله انا جاوبت يعني. ترى اسمع لازم نرجع لاداره النجوم عشان نختار النجم يعني. بالضبط. يعطيك العافيه. طيب. بالنسبه لبسمه سؤالها لقناه بسمه يا ابو عمر وش تقول؟ قلنا لها الاسبوع القادم. ذكرت المسلسلات بشكل عام وعرفت على الكرتون، الكرتون في بسمه. وبالنسبه للدراما والمسلسلات في مجد الاطفال غالبا تكون في موسم رمضان. وعلى الطاري باذن الله عندنا عمل درامي بحول الله في موسم رمضان جديد. يا سلام. غير جاري العزيز من انتاج فرع القاهره. وان شاء الله ينال القبول واستحسان الجمهور بعد رضا الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. تعريض اخير بس، في الايام الماضيه خرجت خمسه برامج جديده على قناه مجد الاطفال، بعرف عليها بشكل سريع. برنامج تلاوه مع الشيخ سالم العنزي، وهو برنامج لتلاوه القران فقط لا غير. وتم اختيار اربعه او خمسه اصوات مميزه، علي وعمر وبلال وعبد الله في مشاركين في البرنامج. برنامج اخر حركه 2 3 4 مع الكابتن محمد المذكور، تمارين رياضيه خفيفه سريعه. برنامج حكايه مهنه، في كل حلقه يعيش تفاصيل وحكايه مهنه، ثم تجرى تحديات بين المقدمين الاثنين. برنامج لعبها صح، برنامج رياضي من انتاج فرع القاهره. وبرنامج طفوله ناجحه، في كل حلقه دردشه حول حياه طفل او طفله في حياتهم نجاح معين وابرازه والدردشه حوله من خلال دميه ومذيعه البرنامج. يا سلام، يعطيك العافيه ابو عمر. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.